السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين؟ شو هي خطه شيبا اينو لحرق 111 تريليون قطعه من عمله شيبا اينو؟ هالفيديو رح نشرح عليه الخطوات وكيف رح تتم عمليه الحرق وكم المده المحدده لحرق 111 تريليون قطعه. يعني انت عم تحكي تقريبا 20% من عدد قطع عمله شيبا اينو. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المنات الرقمي، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، تغريده من لوسي، هذا الشخص غرد وقال انه شيبا اينو الواحد دولار وسيتم حرق 111 تريليون قطعه سنويا بميزه جديده طرحتها عمله شيبا اينو. مثل ما بنعرف، عمله شيبا اينو عندها موقع خاص بالميتافيرس وبتبيع اراضي على الميتافيرس. طبعا هاي الاراضي، لكل ارض لها اسم، انت لما بتشتري احد الاراضي بتقوم بتسميه هاي الارض، حتى تقوم باعاده تسميه الارض. مثلا انت سميتها باسمك الشخصي وبدك تغير اسم الارض، بتدفع 100 دولار، تمام؟ وهي ال 100 دولار رايحه للحرق. اجمالي عدد القطع هي 96000 قطعه ارض و288 قطعه، تمام؟ يعني اجمالي عدد القطع بالميتافيرس شيبا اينو 69288 قطعه ارض مؤهله لاعاده تسميتها. لما انت بتعمل اعاده تسميه للارض بتدفع 100 دولار، وهال 100 دولار بتروح للحرق. طبعا كل 100 دولار بتساوي 3 مليون فاصل 7 او 3 مليون 700 الف قطعه من عمله شيبا اينو. ال 69288 اذا كلهم قام باعاده تسميه الاراضي الخاصه فيهم، عدد القطع بتكون 356 مليار قطعه حرق من عمله شيبا اينو. هاي فقط من حرق من اعاده تسميه الاراضي في عمله شيبا اينو او في لعبة ميتافيرس جيبينو. هاي النقطة الاولى. عندك شبريوم رح يطرح كمان ورح يحرق عدد كبير من القطع، مثل ما عم نشوف حاليا ارتفع نسبة الحرق اكتر من 10000% بسبب الشبريوم. وعندي كمان الشيبا سواب، هذا الشخص قام بحساب عمليات الحرق او مدة الحرق، وطلعت معه انه عدد القطع اللي بتنحرق اذا تمين على هالوتيرة رح تنحرق 111 تريليون قطعة لمدة سنة كاملة، يعني سنويا بيتم حرق 111 تريليون. إذا ضلينا على هالرتم هذا، فممكن خلال الخمس سنوات القادمة تم حرق تقريبا 550 تريليون قطعة من عملة شيبا اينو. يعني أنت بتتكلم بعملة شيبا اينو بالواحد دولار، لكن ما قبل خمس سنوات من الآن، بدها أعوام طويلة. حتى لو ارتفع سعر العملة شيبا اينو إلى الواحد دولار، ما بتوقع إنه معه مليون دولار يربح مليون دولار، لا، لأنه رح تم حرق كمان عدد القطع اللي أنت مشتريتها، مثل ما صار بعملة تيرا لونا، مثل ما صار بعملة صن، بنتذكر عملة صن كمان صار نفس الشيء، العملة كمان زادت عدد القطع، تمام؟ تقريبا عكس الحرق، زادت عدد القطع، واللي معه 1000 قطعة صار معه مليون قطعة ونزل سعر العملة، وهيك الحرق. إذا أنت معك مليون قطعة بصير معك 1000 قطعة بنفس السعر، لكن العملة بترتفع بسبب الفومو. أصدقائي، أنتم وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المنتجات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.